متحمسة جداً أعرف مين اللي هيكسب في تحدي فرقعة البالونات، الأستاذ جاستن ولا الأستاذة روفينا، ومتحمسة كمان إن الأهالي تبقى بتشجع، مش كده ولا إيه؟ أكيد. طب يلا بينا على طول، ريدي ستيدي جو. برافو. لا لا، من مكانك من مكانك يا جاستن. برافو برافو. أيوة ارمي ارمي. ما أنت معاكي تاني يا روفينا، معاكي الكوباية. بسرعة 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 بسرعة. يلا يا جاستن أسرع. برافو. خطوة واحدة جاستن. جاستن بس جاستن بس، خليكي مكانك هنا. بسرعة يلا. ماشي برافو. خطوة كمان بس كده. يلا يا جوجو اسرع يا جوجو. ها برافو. اللي بعدها بص على ايه. يلا برافو روفينا. برافو يلا اسرع. برافو يا روفينا. برافو يلا يا جوجو. روفينا روفينا يلا خطوه يا روفينا. خطوه صح خطوه. ماشي بعيده بس خطوه كمان يا روفينا. خطوه كمان بس من تعالي هنا. تعالي ارجعي ورا ارجعي ورا بس من هنا بس. خطوه بقى من عندها. يلا مين هيفرق الزر الاول؟ مين؟ روفينا روفينا روفينا. روفينا من عندك. ارجعي ورا يا روفينا. يلا يا جوجو. روفينا برافو. روفينا هي اللي فرقعت البالونه الاخيره. الفريق الاصفر هو المتقدم حتى الان. تعالوا بقى نروح نشوف هنعمل ايه في البلاي ستيشن.